جبل التحرير هذه كما قلت دائما كما ما زمزم طاهر في 1986 وعد الطاقة حبوا يشوفوا مصدر ماء زمزم منين يجي. فزوج مهندسين مهندس مصري وواحد باكستاني نزلوا الى عمق البئر وحبوا يشوفوا المصدر منين جاء الماء. لقوا زوج مصادر زوج عيون من تحت الكعبة المباركة. لكن الغريب انه لقوا نفس النسبة اللي تخرج في يدوها الحجاج مثلا قال مليون لتر مكعب في اليوم تعاود تدخل مليون لتر مكعب في اليوم. كذلك جبل التحرير الوطني قد ما يضربوها يقصوها تعاود تنتج انتاج داخلي وعفوي رجال ونساء. اذا هذا هو الامر. نحن قبل المؤتمر ان شاء الله راح تندار دوره اللجنه.